تقول النوار: والله سمعت الرأس ينطق يقول أنا الحسين بن فاطمة الزهراء، أنا الحسين بن الزهراء. يقول هاي المرأة لما صار عليها الصبح قالت لي: خولا جمع الله بين رأسي ورأسك. وكان قد فارقته من الساعة. هذا الرأس الشريف أحبائي كان له أكثر من موقف، ومن مواقف الرأس الشريف أنه أثناء المسير توقف على الرمح في التراب، الرمح اللي كان عليه رأس الحسين توقف، فهل قد حاولوا أن يشيلون رأس الحسين من التراب؟ ما قدروا، فإجوا إلى عمر بن سعد، قال: ارجعوا إلى علي بن الحسين السجاد. إجوا إلى الإمام زين العابدين، وكان الوقت ليل. لما أخبر الإمام، الإمام بكى ولطم على وجهه، قالهم: إن رأس أبي قد توقف، ترى أكو طفلة من ظعن الحسين سقطت من الظعن الشريف، ورأس الحسين يباريها. وحقيقة لما إجوا إلى الوراء وجدوا هذه الطفلة، وكأني لسان حالها يقول بذاك الحال أنه تنادي أباها الحسين بذاك الصوت: خيمة خيمة أثار الأبو يا ناس خيمة، يفي على أهله وحريمة، يا والدي والله عظيمة. المهم أحبائي أنه هذا اليوم رجع إمامك زين العابدين إلى كربلاء، فوجد جماعة من بني أسد، ولكن كانوا على خوف على وجل، فوجدهم خائفين، وكان إمامك ملثم. فلما سلم عليهم سألهم: ما وقوفكم وما عندكم ها هنا؟ قال له: لا ما عندنا شيء، لأنه أنكروا عليه. قالهم: لا أنتم عندكم شيء، ترى أنا هاي الجثث اللي أنتم جايين تتفرجون عليها أنا صاحبها. قالوا: لا أنت منو؟ قالهم: أنا الإمام زين العابدين. فحل الإمام لثامه وأعطاهم الأمان، لأنه قال لهم: إش عدكم واجفين صفوف؟ قالوا: لنتفرج على الجثث ونشوف. مبخوتين قالهم ميلوا الخوف، قالوا: لنخبرك من كون مبخوتين، اجينا ندفن حسين وهل الطيبين.